نحن في عصر الزهراء عليها الصلاة والسلام، تتفجر قضية الزهراء في العالم. هذا الذي أراد هؤلاء المتآمرون إخفاءه الآن يتفجر ويظهر للعالم بحمد الله تعالى وفضله وفضل رسوله صلى الله عليه وآله. هذا الذي أرادوا طمسه ودفنه أظهره الله جل وعلا، خاصة مع هذا الفيلم السينمائي العالمي العظيم، فيلم سيدة الجنة الذي صور الحقائق، حديث الكساء أو حادثة الكساء موجودة هناك، لا واثلة بن الأسقع ولا غيره، جرائم أبي بكر، وقول الزهراء لما أوصت أمير المؤمنين عليه السلام بأن لا يشهد هذان جنازتها على وجه التحديد، ابن أبي قحافة وابن الخطاب، موجود هناك. هذه الأمور، هذه الحقائق قد وثقت وكشفت، وبدأ يسمع بها من في الشرق والغرب ويراها رؤيا العين. هذا الذي أراد هؤلاء الأخابث طمسه ودفنه وتغييبه الآن يصل إلى أقصى مدى وأبعد مدى. اسم الزهراء عليه السلام في الولايات المتحدة الأمريكية رفع، وقضيتها شوهدت، والناس بدأت تتأثر وتبحث وتتساءل وتتداول الأمر حتى في وسائل الإعلام. إنه فتح، والله فتح عظيم لا يعرف ثمنه وقيمته إلا الذي يئن من هذه المؤامرة على الزهراء طوال 1400 سنة من التغييب والتحريف والدس والوضع والكذب وقلب الحقائق، إلا الذي يعرف أنه عاونهم على ذلك أناس يدعون التشيع بحجة درء الفتنة حتى لا تظهر قضية الزهراء للعالم. ما الذي حصل؟ عرض هذا الفيلم بحمده تعالى وفضله، وشاهده الناس رغم الظروف الصعبة، ظروف الوباء حيث الإقبال أصلا ضعيف، مع ذلك صعدت المشاهدات أو صعد الإقبال وتكثف واستمر لخمسة أسابيع على خلاف التوقعات، كان المفروض أسبوع واحد فقط، هذا هو الحجز الأصلي. وثم هذا الأمر الذي كان مفاجئا والذي شخصيا هزني من الأعماق صراحة، يعني أنا كنت أعلم أن الشخص ذي الفطرة السوية الذي يملك شيئا من الضمير الإنساني إذا رأى هذا الفيلم من أي ملة كان يتأثر، لكن أن يبلغ مدى هذا التأثير كل هذا العمق يترك هذا التأثير العميق في النفوس، في نفوس هؤلاء الأمريكان نفسهم، هذا أمر صراحة لم يكن يعني متوقعا عندي، خصوصا في هذه الفترة الوجيزة. أنا أعلم أن أفلاما من هذا القبيل أو مشاريع سينمائية إعلامية من هذا القبيل حتى تظهر ثمارتها تحتاج إلى وقت، أحيانا قد يمتد الأمر إلى سنوات، إلى أن يتكثف هذا التفاعل إلى حد يمكن به أن يؤثر في الإنسان كل هذا التأثير، لكن أن يكون الأمر في بضعة أيام ويترك هذا الفيلم هذا التأثير العظيم في نفوسهم وفي أعماق قلوبهم حتى يعبروا بمثل هذه التعبيرات، ولا أعني بها ما عرض حتى الآن بل الذي سيأتي،
إن شاء الله تعالى. هذا أمر كان إلى حد ما يعني مستبعدا في هذه الفترة الزمنية الوجيزة أو القصيرة. شوفوا إخواني، هذه الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذه قارة يعني صعب تغطيتها في الحقيقة. الإخوة جزاهم الله خيرا الذين انتدبوا هناك من المتطوعين، من الإخوة المؤمنين هناك، ذهبوا حاولوا قدر ما يستطيعون أن يرصدوا بعض ردود الأفعال من بعض الناس الذين خرجوا من دور السينما، وكانت طبعا يعني ردود أفعال طيبة وانطباعات عظيمة. منهم الذي يقول يجب لهذا أن ندرس في هذا الفيلم في مدارسنا، منهم التي تقول أنا كدت أن أجهش بالبكاء وتأثرت كثيرا وشعرت بألم السيدة فاطمة عليها السلام، I feel the pain تقول. منهم التي تقول هذا الفيلم أعتبره نورا يعم العالم، ومنهم ومنهم ومنهم. ولكن بالنتيجة هذه جهود تطوعية ولم تستطع أن تغطي كل هذه الولايات. تولى فريق مختص أمريكي هذه التغطية في ولايات لم نصل إليها، وإن وصلنا إليها فكان من واقع اختصاصه قادرا على التغطية الدقيقة لذلك، لأنه استحضر هؤلاء الخارجين من دور السينما، أوقفهم في مكان، أجلسهم في مكان حتى يأخذوا راحتهم أكثر، حاورهم بطريقة احترافية حتى يخرجوا كل ما في جعبتهم من مشاعر وأحاسيس وانطباعات بعد رؤية هذا الفيلم. فإذا بك تسمع ماذا؟ شيء والله يهز الإنسان في وجدانه. يتحسر هؤلاء الأمريكان، تدرون على شنو؟ يقولون ليتنا كنا نعيش في ذلك الزمان لكي نحمي هذه السيدة. يتمنون لو كانوا هناك. هذا أي ثمن له، أي قيمة له؟ هذا معناه أن حب الزهراء عليها السلام دخل في قلوبهم وترك هذا الأثر العميق فيهم. حتى واحد منهم رأيت هذا الآن إن شاء الله يعرضونه لكم، واحد منهم كان هكذا يعني متألم وهو يتحدث عن الموضوع، جدا متألم أنه كل هذا يحصل بها عليها الصلاة والسلام.